كبير، عالم مليء بالأسرار والمفاجآت. المباراة التي تجمع الاتحاد وفريق الداخلية في المواجهة رقم 13 ما بين الفريقين، الاتحاد بزيو التقليدي اللون الأخضر على يمين حارس المرمى الهاني سليمان، والتنفيذ للاعب الأمامنا أحمد مصطفى اللي بيحمل القميص رقم 34، يلعب الركنية إلى داخل الركنية ملعوبة في الإعادة كما نتابع. خروج الهاني سليمان في محاولة إبعاد الكرة من على رأس عام 2004 و2012 وأيضا مع الجزيرة الأردني في عام 2011. على المستوى المحلي كان درب إناوي عمر جبر محمود السيد وعبد العزيز الشاعر، دول بدلاء فريق الداخلية. كرة عادت للخلف، إيفواري اللي رحل على سبيل العارة إلى فريق بني عند محمود منصور، سلمها في الوسط سعيد السنبوري لكن كرة مقطوعة، عادت إلى الخلف مرة ثانية وأصبحت دفاع منظم لفريق الداخلية المنتشر على حدود منطقة الجزاء. البحث هنا عن الكرة المرتدة والهجوم السريع المرتد المعاكس. أحمد مصطفى محاولة مرور بيسلم الكرة إلى بدأ اليوم بأحمد مصطفى بدلا من محمد جمال الجالس على مقاعد البدلاء. كرة مع فريق الداخلية بتتلعب لقدام، كان آخر فوز للفريق هنا في هذا الملعب بثلاثية نظيفة على فريق النصر في الجولة رقم 19. محمد عادل يتدخل يستخلص الكرة طويلة عند لاعب ويلسون أكاكبو برأسية حطها عند شوقي السعيد، عند شوقي اللي حاول انه يمرر لكن الضغط موجود من اللاعب، كانت مع فريق الداخلية وكأن هناك عوامل. شكل كويس بناهيني، ما كانش سيسي، تقارب الشبه ما بين الاثنين، سيسي اللي بيحمل القميص رقم 99 وبناهيني لاعب المهاجم بالقميص رقم 29 الوافد والقادم من رحلة احتراف في الخارج في الدوري. فريق التهديف إلى هدفين بعدما كانت ثلاثية نظيفة لفريق العجلات الحربية، هنا تقدم عن طريق مصطفى عز الدين لاعب الداخلية، عرضية من ناحية اليمين ولكن تفوق أمير عابد في اللقطة اللي فاتت. نتابع الهجمة الآن لفريق الداخلية، محمود منصور عند خالد الغندور داخل منطقة الجزاء، لعبة لكن سيدو سنبوري في الأمام الرأسية، بدأنا نشعر بانفتاح هجومي، بدأنا نحس ان في مساحة، مهاري سيسي في هذه الأماكن مهاري لكن بالغ، وقفت الكرة تحت رجله كتير سيسي، كان عليه انه يتصرف وياخد القرار من بدري. لعبت له وسط زحمة كانت موجودة، ازدحام مروري عملوا فريق الداخلية، نصبوا مطب عملوا وصنعوا ثلاثة لا شيء على فريق النصر، وفي الدور الأول كان تغلب بهدفين مقابل لا شيء على فريق الأسيوطي، بينما أولى انتصاراته كانت في الجولة الثانية لما تغلب خارج الأرض على استاد القاهرة، وكان الفوز الأول على حساب فريق النصر بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة. هنا خطأ على إيمانويل بناهيني اللاعب الغاني، 13 مباراة أدارها الحكم الدولي أمين عمر، أشهر 40 بطاقة صفراء عشان يساعد زملائه. مرة تانية فريق الداخلية والانتشار الجيد من نصيب اللاعب أحمد مصطفى، مميز أحمد مصطفى اللاعب اللي بيحمل القميص رقم جديد. بناهيني يحاول داخل منطقة الجزاء، كرة العالية اتلعبت ثم رأسية وبتسقط على العارضة من فوق وترتد مرة تانية على شبتة، أرسلها كابوريا بالمقاس لضربة راس، أفلحت نجحت كابوريا، يفوت الكرة من رجليه لزميله قادم من الخلف لكن مقطوعة مرتدة. أحمد مصطفى يحاول بيتقدم، لعب وسط فريق الداخلية يوريك وادي دجلة، كرة مقطوعة لصالح فريق الداخلية من هشام شحاتة. أحمد مصطفى ليدخل اللقاء في الشوط الثاني بمعنويات أفضل، ودي واحدة من أسرار وحلاوة ومتعة كرة القدم لفريق الاتحاد على الجهة اليسرى من ملعب اللقاء، وفريق الداخلية متواجد في الناحية اليمنى. الاتحاد أنهى الشوط الأول متقدم بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 38 عن طريق شوقي السعيد، كرة ملعوبة سيسي بلعبها لكابوريا، كرة مقطوعة لصالح الأدهم بترتد مرة ثانية من أحمد مصطفى، يرسل كرة خلف عند المدافع أحمد علاء الدين، بيطلع أحمد توصل لخالد الغندور ما استلمش الكرة بشكل كويس، ما عملش كنترول وتحكم وسيطرة وبالتالي تقطعت منه وارتدت لصالح فريق الداخلية اللي بيقود هجمة في الجهة اليسرى. في فاول بيحسبه حكم اللقاء أمين عمر لصالح أحمد مصطفى، أدي أحمد مصطفى اللي تقدم في اللعبة اللي فاتت له هدف في مرمى لصالح فريق الداخلية.
احمد مصطفى، بتتلعب الى داخل منطقة الجزاء، خروج خاطئ من حارس المرمى وكرة مسددة، لكن بتمر بمحاذاة القائم الايمن لحارس مرمى فريق الاتحاد الهاني سليمان اللي خرج، خروج هاني سليمان. ادي العرضية من احمد مصطفى، الرأسية، محاولة سعيد سنبوري والسويسي، ابعد شوي السعيد الكرة اللي فاتت، بيقابلها احمد صابر جاي بيرتقي اليها يعتلي، ثم ضربة رأس وتوجيه في المواجهة رقم 13 ما بين الفريقين، 12 مواجهة قبل كده جمعت الفريقين معا، فوز الاتحاد في 3 مرات، فوز الداخلية في 4 مواجهات، والتعادل في 5 لقاءات، هناك 11 هدف للاتحاد و11 هدف لفريق الداخلية، وهداف مواجهات الفريقين معا هو اللاعب الكونغولي لاعب الزمالك الحالي كابونجو كاسونجو بتوقيعه على 3. رمية التماس تتلعب لصالح فريق الداخلية، الشوط الثاني على ما يبدو لي ويبدو لكم بانه حيكون شوط اسرع من جانب الفريقين، الرغبة هنا اختلفت، فالاتحاد هو من يبحث عن تأمين الهدف الاول بهدف اخر بال 59 سنة اللي كان قدامنا على شاشة من لحظات في اولى مبارياته بعد ما جاء ليقود المسيرة الفنية بعد ما تقدم بالاستقالة أماكيدا، هجمة لصالح فريق الداخلية، دخول لمنطقة الجزاء، ولكن أكاجبو يغلق الطريق علني لصالح فريق الداخلية، تدل على أن الداخلية الأكثر استحواذا في الشوط الثاني مع أول ليكون أحمد الألفي لتنشيط الجبهة الهجومية من خلال صناعة اللعب قد يأتي على حساب خالد الغندور، ربما هنشوف كيف يفكر وفيما يفكر محمد عمر في الدقائق المقبلة. تقدم لفريق الداخلية لدى المزعج أحمد مصطفى، ولكن بيتدخل المرة دي محمد عاشور الأدم، بيرتكب خطأ من موقع مواجه عن حل ليصل إلى مرمى الهاني ويأتوا بهدف التعادل لتابع الهجمة، الكرة تتلعب داخل منطقة الجزاء، أحمد مصطفى الخطير، أحمد مصطفى لا 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 لا, لا. خطير أحمد مصطفى، الجواب بيبان من عنوانه وعنوانه واضح من خلال مهاراته ولمساته الجميلة، أحمد مصطفى قلت لكم جاي على سبيل العارة من فريق بتروجيت، وعنده هدف في مرمى طلائع الجيش في لقاء انتصر فيه الفريق بهدفين مقابل لا شيء في ملعب الدفاع الجوي، حط كرة بشكل جميل، أدي قدامنا في الإعادة بيلف بيدور من القدم اليسرى إلى اليمنى ثم يضع كرة بباطن القدم الدوري، ولكن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر، مرت مرور الكرام بردا والسلام على الهاني سليمان. مرة تانية المحاولة بتتجدد لفريق سام حسن في هذه الأماكن قادر على وضع الكرة بكل بناهيني. نبارك للنادي المصري على أنه فاز في أولى مبارياته في البطولة الكونفدرالية بربعية مقابل نتيجة عريضة كبيرة، فوز كبير يمهد الطريق للمصري ليصل للدور القادم، وحاول لفريق الداخلية على حدود قوس منطقة الجزاء، كما نتمنى ان فريق مصر المقصة ينجح في لقاء العودة ان يعدل. يوم الجمعة كرة جوا رمي التماس لصالح فريق الداخلية، لكن من عند محمود منصور الظهير الايسر، امين عمر يتفوق على الانتاج الحربي وانبي وطلائع الجيش والمقاولة العرب، مرتدة مرة تانية احمد بحبح لاحمد مصطفى، سيمبوري، امير عابد لبحبح عند لاعب ايمانويل بناهيني، حاوله التحضير ضغط عليه احمد علاء تتقطع منه، المره دي يقطع شوقي السعيد، رغم ان الاتحاد متقدم ولكن فارق الهدف نتيجه غير مطمئنه للمتقدم، كانت ممكن تعلن عن ارتياحيه لفريق الاتحاد وربما مع تسجيل الاتحاد هدف ثاني يكون وصل الى في الليل هيمكنه من الوصول للنقطة 25 ليتساوى مع فريق مصر المقصة، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن طنطا اللي في المركز 16 عنده 21 نقطة، ويبتعد عن وادي دجلة بنقطتين اللي في المركز 14 حاليا مؤقتا لحين انتهاء هذه المباراة. كرة محمود منصور لأحمد مصطفى قدامنا، منه لأحمد علاء الدين، ضغط من لاعب الاتحاد السكندري، حاولة الاستخلاص نور السيد على احمد مصطفى، ولكن احمد في اللقاء اللي سجل فيه كابونجو كاسونجو وخالد قمر، وكان هدف فريق
يشهد اللقاء في آخر 10 دقائق هدف ثاني لفريق الاتحاد أم يشهد هدف التعادل لفريق الداخلية؟ النتيجة معلقة في ملعب اللقاء لحد الآن. أحمد مصطفى لم يقود هجمة منظمة، اللهم إلا الكرة اللي كان عملها محمود منصور من ناحية اليسار لأحمد مصطفى اللي تركها تمر عند السويسي اللي سدد بيسراء على يمين حارس المرمى بعيدا عن القائم الأيمن بحوالي 3 أمتار. محاولة تانية بمجهود فردي من أحمد مصطفى داخل منطقة الجزاء، حب يحطها في الزاوية البعيدة اليسرى. يمشي بالكرة محمد جمال داخل دايرة الوسط، بيسلمها عند أحمد مصطفى. أحمد استلم، يمشي بالكرة كويس، كرة توضع في الجهة اليسرى. محمود منصور محاولة التقدم، اتنين بيتدخلوا عليه، جبوها لصالح فريق الاتحاد السكندري. كرة توصل ناحية اليمين. إذا مباراة اليوم فيها كلمة العليا كانت للمدافعين عن طريق شوقي السعيد قلب الدفاع، ثم عن طريق مدافع آخر ظهير أيسر هو اللاعب هشام شحاتة. متعة الهدف إنه سدد بيمين، أدي الكرة توصل، تصل لفريق الداخلية، ممكن تقليص الفارق، الله الله على تقليص الفارق، الله على الإثارة، الله على السخونة. قلت لك من دقائق هدوء يسيطر على أجواء المباراة، قد يكون عزيز المشاهد هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، هو الهدوء اللي بالفعل سبق العاصفة. ده عواصف، دي رياح، ده عصير عند دفاعات كلا الفريقين، لفريق بيدور على هدف ثالث وفريق بيدور على انه يقلص الفارق.